هنروح لخبر، هو خبر صعب ومؤسف، ما هوش طبعا الأول من نوعه، وكتير بنتعامل مع نزيف الدماء على الأسفلت نتيجة للرعونة للإهمال، واللي بيكون طبعا نتيجتها ضياع أرواح البشر. هكلم حضراتكم عن حادث أتوبيس حضانة، أتوبيس بيقل أطفال. للأسف الشديد حادثة راح ضحيتها طفلتين، و28 طفل اتصابوا في حادث تصادم أتوبيس اللي كان يعني الولاد واخدينه علشان يروحوا الحضانة في طريق دمنهور دسوق، تحديدا قدام قرية نفرة بدمنهور في محافظة البحيرة. الأجهزة الأمنية قبضت على صاحبة الحضانة وسواق الأتوبيس وسواق العربية الملاكي المتسببين في الحادث. نطمن الأول على يعني الأطفال وعلى حال الإصابات. معي على التليفون دكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة. مساء الخير دكتور علاء. مساء الخير أستاذ لبنى. يا أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، احنا بنتكلم في عدد إصابات قد إيه؟ احنا عندنا 11 طفل مصاب، أعمارهم ما بين 4 ل6 سنوات، لكن هو للأسف كان في حالة وفاة واحدة. من خلال البرنامج حضرتك بنقدم التعازي لأسرتها، اللي هي طفلة نور شريف. ال 11 طفل حالتهم ما بين كسور وجروح وكدمات، حالتهم مستقرة. نزلنا على طول، فور سمعنا القبض وصلنا للمستشفى، مستشفى دمنهور التعليمي، وكان معالي المحافظ موجود وكان مدير الأمن موجود. اطمأننا على الأطفال وأمورهم مستقرة، ولكن احنا طبعا حاطينهم تحت الملاحظة إن شاء الله لحد بكرة. طيب، علشان احنا الخبر عندنا طفلتين دق الموضوع، حالة وفاة و11 طفل مصاب. قول لي يا دكتور، لما رحتوا الموقع الحادث، طبعا الموضوع لسه محل تحقيق والنيابة العامة طبعا هي اللي هتقول كلمتها، لكن انتم يعني متخصصين في متابعة النوعية دي من الحوادث، تكون بالمشاهدة كده على العينية، يعني بتقدروا يعني تشوفوا الوضع على الأرض عامل ازاي، وتقدر توصف لي الحادثة والعربية الملاكي الأتوبيس كان يعني ايه الوضع؟ شفتوا ايه؟ احنا حضرتك ما رحناش لمكان الحادث، احنا انتقلنا للمستشفى، مستشفى دمنهور التعليمي. أمال مين اللي نقل؟ نقل الإسعاف يعني على طول ولا إيه؟ سيارات الإسعاف بتنقل على طول للمستشفى، إحنا توجهنا للمستشفى وكنا على رأس العاملين والأطباء والتمريض، بحيث إن إحنا يعني تابعنا سير العملية والخدمة اللي تقدم بيهم، أشعتهم، الجبائر اللازمة، حالات الجبس، خياطات الجروح، كلها يعني كانت تحت نظرنا. لكن يعني الحمد لله الوضع مستقر والإمكانيات في المستشفى موجودة، ما فيش أي يعني احتمالية لطلب يعني مساعدة طبية أو نقلهم لمستشفى آخر يا دكتور علاء؟ لا، مستشفى دمنهور من المستشفيات الكويسة المجهزة اللي فيها قوة بشرية ممتازة، وكانت على أهبة الاستعداد، وهو ده طبعها، طبعا مستشفى دمنهور دايما بتتلقى حوادث كبيرة ومن الأنواع دي وأكثر كمان يعني. ربنا هل تقدر تقول لنا أي معلومة يا دكتور علاء عن الطريق اللي حصل فيه الحادثة؟ لا، هو طريق نفرة سنهور، ولكن يعني مش اتجاهين يعني الطريق اتجاه واحد، يعني طبيعة الطريق ايه؟ ما هو كل الطرق حضرتك، اصل دي مناطق ريفية، كل الطرق ضيقة، ويعني السير فيها رايح جاي، ولكن يعني المسافه بتبقى ضيقه. هو طبعا وقت الصبح هم رايحين الحضانه، فبنتكلم على الشبور ولا الظهر؟ ده كان الظهر. تمام. وهم راجعين من الحضانه. ربنا يعني يشفي الجميع ان شاء الله، ويقوموا لاهليهم بالف سلامه، ويصبر اهل الطفله المتوفاه نور. شكرا جزيلا دكتور علاء عثمان.